السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده ان شاء الله هيكون تجربتي مع غسول ريفاريست اللي هو النسائي. طبعا الغسول مخصص للنساء زي ما انتم شايفين، مرسوم عليه بنوته كده، وشكل العبوه بتاعته اصلا كيوت بالورد اللي مرسوم عليه دوا. المهم تعالى ندخل في الموضوع. الغسول ده يا بنات طبعا زي ما قلت لكم هو مخصص للنساء، هو شبيه للجولد كده، شبهه بنفس الاحساس. عارفين احساس النعناع اللي اول ما تحطيه على المنطقه الحساسه وتشطفي بيه وكده؟ عارفين احساس النعناع والطراوه كلام من ده، تحس ان في حاجه في الاول بتحرق، بس بعد كده تحس ان في احساس ايه، زي احساس منعش كده، احساس تلج، او كانك اكله مثلا مستكه نعناع او حاجه زي كده، هو الاحساس ده. تمام، واللي جرب جولد اكيد هيبقى عارف الاحساس اللي انا بتكلم عنه. يعني ريفيرست ده يعتبر شبهه، انا جربت الجولد وكان عاجبني جدا، واستخدمت كذا حاجه، استخدمت الستيال واستخدمت كير فري، وكنت عامله عنهم ريفيو قبل كده، هسيب لكم فوق في الاي اللي هتظهر، وهسيب لكم تحت في الديسكربشن بوكس اللي حابه تشوف الريفيو عنهم وطريقه استخدامهم. تمام يا بنات، ده بالنسبه للستيال وبالنسبه للكير فري. بالنسبه بقى للريفيرست، انا الصراحه الامانه اول مره استخدمه، يعني ما استخدمتوش قبل كده. الدكتور بتاعتي ايام الحمل هي اللي كتبته لي، طبعا في فيديو كنت قايله فيه الحاجات اللي انا مريت بيها وان انا عملت عمليه بالتفصيل، اللي حابب يعني يروح يشوفه هيلاقيه فوق في الاي اللي هتظهر برده وتحت في الديسكربشن بوكس. انا لما مريت بالعمليه دي وكنت عامله عمليه في الرحم وكده، فساعتها الدكتور كانت كاتبه لي على حاجه ان انا استخدم يعني كمطهره للمكان ده. تمام، عشان انا كنت مره بحاله يعني صعبه، ربنا يا رب ما يحكم على حد ابدا. فالمهم هي لما كتبته لي وجيت اجربه لقيت نفس الاحساس بتاع الجولد، هو هو يعني، حسيت ان مفيش فرق. بس قلت طبعا هي دكتور كاتبه لي وانا كنت خلاص اشتريته. هو يا بنات بصوا هوريكم سعره، هو كان عامل 45، عايزه اوريكم السعر بتاعه اهو، 45 جنيه. تمام، مكتوب على العبوه، وهي العبوه بتيجي كده ما فيهاش نشره وما فيهاش اي حاجه، يعني هي عباره عن عبوه كده كرتون، مكتوب عليها الصلاحيه طبعا زي ما قلت لكم خلي بالنا من الصلاحيه، ومكتوب عليها 250 مللي، ومكتوب هنا طريقه الاستخدام ان انت بتحطي معيار، هوري لكم اللي هو المعيار ده، بتستخدمي معيار او معيارين يعني. تمام اهو اللي هما المرفقين دول، بتحطيهم على لتر ميه وبتشطفي بيهم مره الصبح ومره بالليل. تمام، بيستخدم مره صباحا ومره مساء، ايه لعده دقائق كده، ده اللي مكتوب على العبوه. بس انا ما التزمتش بالكلام دوت، انا الصراحه زي ما بقول لكم بستخدمه بس مرتين في الاسبوع، كل بنوته على حسب ما هي عايزه، وما فيهوش اي اثار جانبيه، ما فيهوش اي مواد مضره. يعني عايزه تستخدميه زي ما مكتوب على العبوه مره الصبح ومره بالليل يوميا براحتك، عايزه تعملي زي ما انا ما بعمل بستخدمه مرتين في الاسبوع بجانب اي غسول تاني مثلا بستخدمه زي كير فري مثلا بالنسبه لان هو يكون غسول يومي براحتك. انا عن نفسي ده عشان حاسه ان هو قوي قوي فبستخدمه يا دوبك مرتين بس، لان برده المنطقه دي بيبقى فيها بكتيريا نافعه بتحافظ على الرحم وعلى المهبل وكده، فلو انا استخدمتها كل يوم يعني هحس ان انا ايه بتقتلي البكتيريا النافعه دي. تمام، وهتبقى منطقه المهبل معرضه ان هي يخش لها بكتيريا اكتر ومعرضه لالتهابات اكتر، فانا في غنى عن كل ده. فعشان كده انا بستخدمه بس مرتين في الاسبوع، وزي ما انا قلت كل واحده ليها حريه الاختيار، يعني عايزه تلتزمي باللي مكتوب على العبوه براحتك، عايزه تعملي زي ما انا بعمل برده دي حريتك الشخصيه. تمام، يبقى نيجي بقى دلوقتي شكل العبوه. بصوا يا بنات ده كده شكلها زي جولد بالظبط، ومكتوب عليها المكونات اهي برده. بصوا يا بنات مكتوب عليه الوفيرا اللي هو جل الصبار، وفي تيتري اويل اللي هو زيت شجره الشاي. طبعا جل الصبار معروف ان هو بيرطب المنطقه جدا، وفي خواص مضاده للبكتيريا، وفي نفس الوقت بيسيب المنطقه رطبه وناعمه. والتيتري اويل اللي هو زيت شجره الشاي برده ليه خواص مطهره وبيقضي على البكتيريا اللي هي طبعا بكتيريا الضاره، وهو حلو برده جدا في التنظيف يعني في التعقيم. هو اصلا زيت شجره الشاي لوحده يعتبر مطهر طبيعي للجلد وللبشره والمنطقه الحساسه وكل حته في جسمك. تمام، وفي اللي هو السيمول دي اكيد مادة طبية انا مش عارفاها، وفي المنتول اللي هو النعناع هو ده اللي بيديكي احساس السقوعية دوا، وفي البلوبالين جايكول ده يا بنات دي اكيد مادة طبية برضو انا مش عارفة الصراحة هي بتعمل ايه، بس هو ده اللي مكتوب عليه والاسم فوق اهو ريفاريست بلس اللي حابة تشتريه. هو يا بنات حلو جدا، لو ما لقيتيش جولد هاتي ده، انا حاسة الاتنين شبه بعض مفيش اي اختلاف ما بينهم، يعني الاتنين شبه بعض خالص، فانتي اللي تلاقيه متوفر هاتي. بصوا يا بنات ده طبعا شكل العبوه، وده المعيار، المعيار ده انت بتحطي منه غطا، يعني الغطا ده او غطيين على لتر ميه، وبتشطفي بيهم زي ما هو مكتوب كده مره صباحا ومره مساء، وبتبتدي تشطفي ايه لعده دقائق. يعني إيه هو ده كل حاجه عن الغسول، انا حبيت بس ان انا اقول لكم تجربتي معاه وهل عجبني ولا لا.
هو عجبني يا بنات، ولما يخلص اكرره تاني باذن الله، يعني حبيته زيه زي جولدن، مفيش اي فرق ما بينهم، حبيته جدا وان شاء الله هكرره. للبنات اللي حابه تجربه جيبه على ضمانتي، حلو هيعجبك باذن الله، وبينضف كويس بضمير يعني، وبيسيب المكان كده رطب، مش بيسيب المكان ناشف، لان الالوفيرا بتسيب المكان طري، في غسولات يعني بتغسلي المنطقه بتحسي بدل المنطقه جفت كده او نشفت، وطبعا ده ما يفضلش، لازم المنطقه تكون رطبه، بحيث ان هي لو جفت اصلا الجفاف ده بيؤدي للاسمرار، فاحنا الواحد في جنة عن الاسمرار والكلام من ده، عشان ما نرجعش بعد كده نعالج اللي احنا بنعمله ده، يعني احنا عملنا حاجه بوظناها ونرجع تاني ان احنا نعالجها، لا احنا من الاول ندور على حاجه فيها الوفيرا فيها مواد تكون كويسه، وفي نفس الوقت الغسول يكون طبي وامن، تمام. وبرده على حسب، لو انت بتتابعي مع حد، بتتابعي مع دكتور او حاجه وهو اللي كتبه لك، فطبعا ده هيبقى ثقه، ولو انت بتتفرجي مثلا على يوتيوب او شايفه مثلا اي ريفيو زي او حد بيقول ريفيو كده وقال رايه، فتاكدي من المصدر اللي انت بتتابعيه يكون عنده امانه، يعني ما مش اي حد تتابعيه والسلام، لان دي تبقى فعلا امانه واحنا مسؤولين عنها يوم القيامه، اي حاجه انا بقولها او غيري بيقولها فاحنا مسؤولين عنها، لان في ناس تانية هتجربها ويا اما هتبقى كويسه مع الناس دي، يا اما ممكن الناس دي تتاذى منها، فحرام يعني، فلازم الواحد يبقى عنده ضمير وامانه في حاجه زي دي، في حاجه هو بيقدمها او محتوى بيقدمه للناس اللي بتتابعه او بتشوفه. وبس كده يا بنات، فاتمنى كده يكون الريفيو عجبكم، واتمنى يكون خفيف على قلبكم، ولو عجبكم متنسوش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، واستودعكم الله، باي باي.